هنا سأقف قليلا، هنا سأقف قليلا، احتراما وتقديرا لهذا الكبير. كياس نابل قربة 31 كيلومتر. الكياس هذا يا سيدي بداوا يخدموا فيه في جويليا 2018. عنا توا 6 سنين وزوز شهور وما زلنا نشوفه في التراكسوات والعباد ما زالت تخدم ما شاء الله. يا ودي الكياس هذا حير العالم، العالم شفته، العالم مخه وقفه له. يا ودي شبابنا شناوة الامريكان الالمان الناس الكل تتخاطب فيه. يا ودي جزيرة الوثائقية الناشيونال جيوغرافيك، يا ودي الناس كل يحبوا يعملوا عليه ايتود. راهو حير العالم 31 كيلومتر في 6 سنين ما كملوهمش، معناها كان خدموا كل عام 5 كيلومتر كهو راهو فا تعش ما عنده في العام 5 كيلومتر، ما عنده في النهار على 365 يوم يطلعوا حكاية 13 متر 13-14 متر يخدموا 15 متر في النهار راهو فا العالم. يدي باهتين العلماء في العالم قال كيفاش كيفاش عملوا هذوما باش ما خدموش 15 متر في النهار. قال كان جاو يخدموا فيه بمغرفة متاع قهوة راهو فا يدي حكاية من وراء العقل. يدي شفتوه ما شاء الله الكياس هذايا، كياس هذايا سيدي واكل ثلاثة رؤساء من الباشا يرحمه خلط عليه، من بعد محمد ناصر، من بعد قيس سعيد. ثلاثة ولات تعداوا على الكياس هذايا ومازال ما وفاش 30 كيلومتر هذوما مازال ما وفاوش. من رضا مليكة يذكر بالخير، للوالية اللي خرجت الله لا يرجعها، وللوالية الجديدة إن شاء الله تكون في عند حسن الظن. واكل رؤساء حكومة شي 7-8 وما وفاش. واكل رؤوس عباد الله يرحمهم وينعمهم، العباد اللي ماتت لهنا ما ماتتش في عيد الجلاء عام 61 في عيد الجلاء، سبحان ربي الله يرحمهم وينعمهم. اللي متبلع في برميل واللي ماشي في الليل هذوما حق ما يشعلوش في الليل، هذوما ظلم وتلقاك عادي ماشي في الليل تلقى بلاك انت بها اشغال طايحة قدامك تتعدى انت وياها. عادي تلقى تراكتور مغيظة وجاي في السونس الاخر، خاطرك انت تلقاك ماشي لنا دوبل فوا وشايخ ودوبل وما في بالكش اللي 4 كيلومتر قدام عاملين بلاكة يقول لك ادخل لهنا خاطر قاعدين نصلح في البلاصة اللي من غادي. عادي على الاخر راهم. اقسم بالله والله حضرت على، انا ماني بحكم نخدم في قربة نمشي ونجي كل نهار بريسك، حضرت على بلايص كملوهم وسيئ وتعاملوهم يا محلاهم. مشاو يخدموا في بلايص اخرين رجعوا لهم بعد عام لقاهم في وسط حفرة واحد واحد ورخ الكياس. ما نحكيوش عاد على اللي تلقاهم بعد ما يكملوه يا محلاه وكل شيء يتلفتوا يقوموا يشقوه الواحد. يجي جماعة الناس تشقوا تعمل لك في وسط الكياس قونا، يعمل لك في وسط الكياس رقعة. تصور انت معناها وتبدا تقطق انت ماشي تقطق والاخر يشق باش يعدي كابل الضوء، كل واحد يشق وحده زاد. ها راهو هذايا كياس عالمي هذايا، ان شاء الله نشوفوه في وحدات عملاقه فك شو اسمه برنامج عملاقه من تالي. هذاك يا ودي شفتوهم 30 كيلومتر هذوما الهوم ورك نتاع واحد جابوني يقرا سنه ثالث ابتدائي، يبدا مروح الخمسه نتاع العشيه تلفت له المعلمه تقول له اسمعني عندك 30 كيلومتر بعد داركم لازمك اليوم تكملهم لي. ما يهمنيش فيك ما عندكش وقت ولا امورك، اسهر عليهم كمل لي 30 كيلومتر وغدوا اصبح نحبهم حاضرين، ما قامش حاضرين عندك موندو وتنين هاي السبت. يا دي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على وزاره التجهيز وعلى لوناس وعلى ستيك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الولايه واحلى ولايه وديما احلى ولايه واحلى نابل واحلى مشاريع عملاقه والعاشق بالنبي صلي على النبي. 30 كيلومتر في 6 سنين والعد والفرس مازال متواصل.